ضيوفنا الكرام، نفتتح عروضنا اليوم مع عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس. ينطلق من عمق ساحة العرض كتيبة من طلبة السنة الدراسية الأولى من القسم العام وطلبة الكلية من خريجي كليات الحقوق، يتدفقون كسيل عرم لأقدامهم وأصواتهم وقع متناسق يهز ساحة العرض لتقديم نماذج مما دربوا عليه في خوض غمار الاشتباك ورياضات الدفاع عن النفس. يؤدي الطلبة إحدى الكتات القتالية متعددة المهام، حيث يوجهون مجموعة من الصدات والضربات والركلات المحكمة بدقة وتتابع وبشكل منسجم، حيث نرى من خلال العرض كيفية توجيه الطلبة للكمات الهجومية المتتالية. ينتقل الطلبة الآن لأداء بعض التمرينات الرياضية في تشكيلات متناسقة، حيث يشكل الطلبة بأجسادهم ساحة الشعب، ويتوسط التشكيل مفتاح الحياة رمزاً لحياة أفضل. ونرى أشعة شمس نابعة من أقواس النصر انطلاقاً نحو مستقبل مشرق. يؤدي الطلبة تمريناً يساعد على تقوية عضلات الصدر والذراعين والكتفين. ينتقل الطلبة الآن لتشكيل اسم معهدهم العريق كلية الشرطة، ويتوسطها نسر شعار الكلية مرفرفاً جناحيه لنشر العلم. كما يسطر الطلبة بأجسادهم على الشباك في المواجهة الكفاءة البدنية. يؤدي الطلبة تمرين الطعن بالساقين، وهو من التمارين الأساسية لطلبة وطالبات الكلية. يؤدي الطلبة تمرين السكوات مع حمل الزميل. الحفل الكريم يتقدم من أسفل يمين ويسار المنصة مجموعة من طلبة وطالبات الكلية من فريق الدفاع عن النفس صوب المسطح الأخضر في صفوف تجمع طلبة وطالبات الكلية الحاصلين على الأحزمة المتقدمة في رياضات الدفاع عن النفس. ويستعد الطلبة والطالبات لأداء بعض من فنون وحركات رياضات الدفاع عن النفس والتي تم تدريبهم عليها طيلة فترة دراستهم بالكلية. يؤدي الطلبة والطالبات مجموعة من الحركات القتالية الافتراضية والمستوحاة من دمج أساليب قتالية لعدة رياضات، وهي الكاراتيه والبومزا والكونغ فو، والتي تستخدم لاستنزاف قوة الخصم وسرعة رد الفعل عند المواجهة. تجمع تلك التكتيكات التي ترونها بين تقنيات قتالية هجومية ودفاعية، وذلك عن طريق السيطرة على الذات وضبط النفس لتفادي القتال، وذلك عن طريق العقل ولغة الجسد الحازمة. أداء الطالبات لتلك الحركات بمشاركة زملائهم الطلبة يعكس ما وصل إليه من تناغم أثناء التدريب المشترك بالكلية. يجسد الطلبة والطالبات صورة حية لفن استخدام اليد الخالية والقدم في المواجهة. القتال المسلح المتلاحم. سيقدم الطلبة أمامنا الآن عرضاً لمهاراتهم الخاصة في التعامل مع خصم مسلح باستخدام اليد الخالية، وكيفية الدفاع ضد السلاح الناري، وتحييد الخطورة البالغة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
تحييد الخطر وسحب السلاح من الخصم وطرحه أرضاً. إلقاء الخصم أرضاً مع كسر المعصم والسيطرة على السلاح. استخدام مهارات الأيكيدو وتطويعها بالعمل الأمني وطرح الخصم أرضاً. تكتيكات مركبة تبرز بها الطلبة مهاراتهم بتطويع الفنون القتالية بالعمل الأمني. التخلص من ضربات السلاح الأبيض والدوران لكسر المعصم. تفادي هجوم خصم مسلح بسلاح أبيض والسيطرة عليه باستخدام مهارات الأيكيدو.